السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سهام سكيتشن. اليوم إن شاء الله نقدم لكم بعض المنتوجات الأمريكية اللي كنحتاجوها في الكيتشن، يعني في الكوزينة. هذه المنتوجات الأمريكية وكذلك بعض الأشياء اللي كتساعدنا ولا الوسائل اللي غادي تسهل علينا الأمورية ديال الطبخ ولا الحلويات ولا البيكين. أول حاجة غنبدا بها هما العبارات. هاد العبارات يعني كيوصلوني بزاف ديال الميساجات. الله يخليك اختي سهام، يمكن لك تعطيني بالكاب، يمكن لك تعطيني بالغرام، يمكن لك تعطيني انا غادي نقول لكم. يعني هادو جد مسائل مهمه. يعني هاد الكابس بحال هكا، على هاد الشكل، هادو على هاد الاشكال كيجيو بحال هاد الشكل هذا. يعني ماشي ثمنهم ماشي غالي، جميع المحلات الامريكيه كاين حتى في داك دولار ستور. انا كل مره كناخذ لان مع تبارك الله بنت عندي صغيره كتلعب ليا هادشي بزاف. So I have a bunch of this stuff. So كتاخدو بحال دابا هكذا stuff like this. هاديك خدتها من هوم جودز، كانت شي 299، not bad price ديالها. وهادو مهمين حتى هما، هاد المعلقات بحال دابا هادي 4 معالق، ملعقة شاي، نص ملعقة كبيرة، ملعقة طعام. هادو المسائل جد مهمة انكم تقتنوها فاش تجيو لهنا لأمريكا. هادي حاجه ديال العبارات بالكاب وبالسبون، يعني المعالق والكيسان ولا الكابس. يعني هادو حاجه اخرى هو الميزان. انا هاد الميزان كنت شريتو يعني هادي اكثر من 10 سنين هو عندي. انا دائما دايره في هاد البلاستيكه باش كنحافظ عليها. نتوما شوفوا هذا ميزان كنت خديته من بات باتاند بياند، كنت خديته ذات الساعات ب60 دولار. دابا هاد الميزانات رخاصو بزاف بزاف عاد. هذا الكتريك يعني رخاصو بزاف، يعني الثمن ديالهم 20 دولار، بعد ما كتلقاهم في السلب 10 دولار. المهم هاد الميزان انا دابا اون فيه الغرام، ها هو الكيلوغرام مثلا الغرام، وفيه الا بغيت كناخذ حتى الاونسز حتى هما فيه. يعني جد جد عملي، يعني بزاف عاد. فيه الاونسز وفيه الغرام وفيه المليلي والاونسز والفلويد والباوند، فيه بزاف ديال الحوايج. هادو تلقاوهم بزاف اثمنه مناسبه في تي جي ماكس، مارشلز، هوم جودز. كتلقاو هاد الميزانات هادو يعني جد اثمنه جد مناسبه. هادو حتى هما مسائل كيساعدوك في الكوزينه ديالك سيداتي. حاجه اخرى غادي ندوزو للمسائل اللي كنلقى عليها رسائل بزاف. هي دابا حنا في ديال امريكا ما عندناش رايبي جميله، حنا كنا كنبغيوه، عشنا يعني الطفوله ديالنا كنا كنشربوا داك الحليب داك دانون رايبي جميله. كيوصلوني الناس كيقولوا لي يا سهام بليز شنو هو السيرو ولا اللي كيجي معاه. سو هذا هو السيرو، ها هو دا بوميغرانيت، كيجيبوه العرب في بعض المحلات الامريكيه تيكونوا عندهم. وهذا كنت خديته انا الصراحه من محل ديال الكرو اللي سميتو هوم ديبو، ام سمحوا لي محل ديال الكرو بوميغرانيت هذا. وانا غادي ندوز لكم واحد المقطع ديال الفيديو ديال البن اللي كيتواجد في الاسواق الامريكيه اللي سميتو بادر ميلك. بادر ميلك، هاد البادر ميلك ما كيتجنط، ماشي جميع المحلات الامريكيه كيجيبوا داك اللي يعني هول، يعني اللي فيه الكامل دسم. كاين اللي عندهم 1%، كاين اللي عندهم الهول، كاين اللي عندهم 0%. المهم هو باش كيجي اللبن زوين هو داك واحد داك اللي كامل دسم. وحتى الجبن اللي كنت قدمت في حلقات سابقه كيجي رائع بداك اللبن هذاك. انا غادي نوري لكم دابا في واحد الفيديو قصير. سو هذا هو اللبن اللي مجهد، سميتو بادر ميلك. الاحسن يكون يعني ما فيش حتى 1%، باش كيجي الجبن عاقد مزيان. الماركة كتختلف ولكن هاد الماركة زوينة بزاف. المسائل كذلك اللي كنلقى عليها تساؤلات بزاف هي الخميرة. الخميرة هنا في امريكا انا كناخد هاد النوع هذا اللي حبوب دغيا كيخمر مزيان بزاف عاد. هادو جوج كنظن هادي خديتها من سامس كلوب، جوج منها بشي 4 دولار، يعني ثمن جد مناسب بزاف. بجوج باكيات كيدوزو ليا مني كنحلها
كنديرها في الثلاجه ونشدها ونديرها في الثلاجه. كنكون انا صراحه عندي قرعه كنبقى نعمرها. هذا بالنسبه للناس اللي ما كيعجنوش بزاف، ما كيديروش الحلويات بزاف مره مره، يشريو هذا النوع هذا. يعني في حالها هي قريعات صغار هما هادو، كتسمى اكتيف دراي ييست هي هادي. ومنين تحلوا القرعه ديروها في الثلاجه، ودائما نشوفوا الاكسبيريشن دايت، يعني النهار اللي اللي ما كتبقاش فيه الصلاحيه للاستعمال، لان الخميره الا تعدات المده ديالها ما كتجيش مزيانه، يعني ما كتخمرناش الخبز. وهاد المسائل كتواجد جميع المحلات الامريكيه، ولكن هادي كتواجد على الخصوص في سامس كلوب ولا كاسكو. يعني كنشوف انا حيت كنعجن بزاف، سو انا كناخد هذا النوع هذا. هذه كنت شحال هذه شريتها، بقات عندي قرعه خاويه درتها فيها. حاجه اخرى غنهضر عليها هي الماسترد، اللي هي الموطارد. هاد الموطارد الماسترد عجيبه بزاف. هذه بالضبط بالضبط بحال اللي عندنا في المغرب، نفس المذاق. ماشي جميع المحلات كيجيبوها، وول مارت بعد النبات كنلقاها عندهم ولكن ماشي كلهم. سميتها ديجان اوريجينال، لا ماك هي هذه ماي اي بيليف سو تراديشنال ديجان ماسترد. كاتبين عليها باغي من الفوق. وواحد الحاجه راه كاينه في حالها، كتشوفوها بالضبط في حالها، وهنا في الجنب كاتبين هات سبايسي. حتى هي ماشي قبيحه زوينه، هي في حالها كتبان، وهي فيها هنايا سبايس يعني حاره شويه. هذه بالحق بالضبط بحال ديال المغرب تماما، وما فيها لا الكحول لا حتى شي حاجه، فيها غير الوادر ماستر سيس فينيغر سولت سيتريك اسيد وصافي، هادشي اللي كاين، ما فيها حتى شي حاجه. وفيها هاد العلامه نتاع يو حتى هي فيها. حاجه اخرى كانت توصلني بزاف حتى هي لا كريم فريش. لا كريم فريش اللي عندنا في المغرب هي هذه، كتسمى هيفي ويبين كريم. هذه ماركه مثلا، وهذه عاوتاني ماركه، هذه ماركه ديال جريت فاليو ديال وول مارت، كيتسمى هذه هيفي ويبين كريم. هذه هي اللي كنطل اللي درنا لها سكار كلاص وداكشي كنطلعوا بها، وكيتولي قاصحه باش كنزوقوا الحلويات ولا كنعمروا بها لي طارت ولا اي حاجه بغيتي. كتسمى هيفي ويبين كريم، هذا هو الاسم ديالها. ولومبالاج كيختلف من يعني من ستور لستور. حاجه اخرى كتوصلني بزاف هي على دانون، اللي طبيعي ما فيه حتى شي حاجه، يعني لا ما فيه والو، يعني بلين ما فيه حتى شي حاجه، لا فليفر لا حتى شي حاجه. انا كنستعمل هذا النوع هذا ديال غريك يوغرت تراديشنال بلين. هذا زوين بزاف، كناخذ اللي فيه كامل الدسم، يعني توتال فات 14 غرام. هذا مزيان بزاف عاد، وفيه هاد العلامه ديال يو ودي، يعني ما فيش يعني جيلاتين، ما فيه حتى شي حاجه. وحاجه اخرى اللي بغي نقولها لكم، ان جميع يعني ماشي جميع، لاحظت ملي دخلت لهذا المجال هذا بديت نقرا المكونات، ان الحاجه اللي كتكون ناقصه دهنيات، يعني اللي فيها داك فات فري ولا نو فات وداكشي، هذوك المسائل كلهم تيكونوا دائما فيهم اضافات ديال جيلاتين ولا شي مسائل باش كتعقدهم. سو يعني من الاحسن الواحد منين يشري يبقى يشوف شنو هما لي زانغغيديون اللي كاينين، ماشي عيب. انا الا شتيني شنو بحطيت شي حاجه وعندكم شي فكره احسن، ولا ان هذه الحاجه اللي حطيت راها ماشي هي هذيك ولا هذا، بليز خليو ليا ميساج، ولا اما في الفيسبوك ديالي ولا خليو ليا في اليوتيوب تعليق باش نصحح الغلط الا كانت شي غلط يعني حطيته انا. انا كنحاول ما امكن الجهد ديالي انني باش نقرا ونسول صحباتي وبحكم الخبره ديالي اللي هنا بزاف، انني نحط لكم مسائل يعني تكون 100% يعني ما فيها حتى شي حاجه. والعلم لله، لان احنا رحنا في بلاد الغربه وتتعيا ما تقرا وتعيا ما تشوف، بعد ما كتلقى شي حاجه ما كتكونش عارفها. anyway هذه هي الحلقه ديال اليوم، هضرنا على العبارات يعني اللي غنحتاج، يعني الميزان وهادو ديال الكابس، هضرنا على الهيفي ويبين كريم، على اليوغورت اللي طبيعي اللي كنديرو مثلا مع الدجاج ولا كنقضوا فيه الدجاج ولا كنصاوب به دانون، هضرنا على الماسترد، هضرنا على السيرو اللي كنديرو مع رايبي جميله ولا مع اي حاجه بغينا، هضرنا على الخميره. وغادي نبين لكم في واحد الفيديو قصير هذا اللبن اللي هو بادر ميلك، منين يعني راه متواجد جميع المحلات الامريكيه.
البعض كيجيب اللي كامل دامسن ومن بعد لا. نتمنى ان هذه الحلقه ديال هذه المنتوجات انها تكون راقت الاعجاب ديالكم. بليز لعندكم اي اقتراح ولا اي فكره خليوها لي على اليوتيوب بليز في تحت يعني في القائمه ديال المساجات. واي حاجه مرحبا بالتساؤلات ديالكم، يعني اي حاجه بغيتيوها خليو لي غير داكشي اللي بغيتي وانا غادي ان شاء الله ندير البحث ديالي ونحطها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذه كتبقى الحلقه الثانيه ديال المنتوجات وانا نكتب لكم الحلقه الاولى نخلي لكم اللينك ديالها من التحت. هادشي اللي كاين. بليز سبسكرايب تو ماي شانل الا كيعجبكم هادشي اللي تنقدم باش تشجعوني اكثر واكثر نعطي اكثر. مرحبا بتعليقاتكم وشكرا على المشاهده.